ايوه يا علي. في ايه يا علي؟ انت لسه نايم؟ عايزه ايه يا انجي؟ هكون عايزه ايه يا علي؟ انا والولاد في النادي. مبروك يا حبيبتي. هو ايه ده اللي مبروك يا علي؟ وانا بقول لك احنا في فرح يا حبيبي، ده يوم الاجازه اللي بنقضيه مع بعض. يلا قوم البس وتعالى. يلا. الو الو علي، هتت نام تاني وتشخر كمان. ماشي يا علي ماشي، شخر انت وارتاح، ولا انا اقعد افسح العيال يوم الاجازه؟ ماشي يا علي. عاجبك كده انت؟ عاجبك عمايل ابوك دي؟ ماشي ماشي، تعالى بس. يلا تعالوا يا حبايبي اقعدوا معايا بقى كل. يلا. لا يا مامي انا هروح اتمشى شويه. وانا هروح اكمل اهو. يعني سولي، يعني ايه هتسيبوني قاعده لوحدي؟ يا مامي ما هو عمر قاعد بيسليكي. باي باي. يا ماي سولي. ماشي يا ولاد علي ماشي، انا كمان عايزه اتمشى زيكم وبلبط في الميه. ينفع القعده دي؟ انت الوحيد يا حبيبي اللي واخد بخاطري صح؟ بس انت لو عليك هتجري وراهم وتسيبني صح؟ صح؟ انتي على حلاوه والله العظيم، والله انتي اللي باقيه لي يا اختي. ايوه انجي. ايوه يا علي. في ايه يا علي؟ انت لسه نايم يا علي؟ مش ممكن انا اعمل كل حاجه، حتى يوم الاجازه انا اللي افسح الولاد، مش ممكن كده. مفيش رحمه؟ مفيش احساس بمراتك؟ مفيش احساس بالمسؤوليه؟ في ايه يا علي؟ الو. لا 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 ما تقبلش بوشي سكه. انجي احمد. اه انتي مش فاكراني ولا ايه؟ انا تاتيانا، كنا مع بعض في ثانوي والجامعه. تاتيانا؟ مش ممكن، معرفتكيش، شكلك اتغير قوي. ايه رايك؟ نضفتي يا معفنه، ده انا معرفتكيش. طول عمرك زي القمر. ميرسي. اتفضلي اقعدي يا حبيبتي، شيلي الشنطه واقعدي. نتكلم مع بعض شوية بقى ولا وراكي حاجة؟ لا ابدا ما وريش اي حاجة، اصل انا يومي بيبتدي بالليل. اكيد اشتغلتي رقاصة. فسح بقى وخروج وسهر، والله يا انجي بقيت حاجة تزهق خالص. اه عندك حق. هو انت سبتي الصحافة ولا ايه؟ لا لا لا، صحافة ايه؟ انا ماليش في الكلام ده، ده حتى منير جوزي قال لي افتح لك مجلة للمرأة، قلت له لا ما وافقتش، وجع دماغ بقى وقرف، ماليش في الكلام ده خالص. الا العرسان اللي على ايدك ده اسمه ايه؟ ده بقى يا ستي عمر، وعندي سولي ومي موجودين هنا في النادي بس بيلعبوا. وانتي بقى ومنير جوزك ايه اخبار الولاد؟ عندي فادي ودارين، هما النهارده كمان والله اجازه، بيتفسحوا بقى مع بعض. ما شاء الله. طب كويس انهم هنا في النادي، فرصه نعرفهم على سولي ومي. لا لا لا، نادي ايه وبتاع ايه؟ بقولك اجازة، هو انا هأيد حريتهم؟ دول راحوا شرم الشيخ بالليل بالطيارة مع الدادة بتاعتهم. شرم الشيخ مع الدادة؟ اه يوم الاجازة حبيبتي. يا بختك، اصل انا الدادة بتاعت ولادي تعبت فجأة النهاردة واضطريت اجي معاهم النادي. هما كمان كانوا مسافرين شرم الشيخ يا محسن الصدف، بس اضطريت ألغي بقى. ايه ده، معقولة بجد؟ معقولة جدا. وجوزك بقى فين؟ منير والله مشغولة على الآخر من ساعة ما رجع من باريس، وأنا مش عارفة أقعد معاه يومين على بعض. وأنا وعلي جوزي برضو يعني منلحقش نشوف بعض، بس بنسافر كتير قوي قوي. لسه راجعين من تايلاند من أسبوعين. واو، دي بيقولوا تحفة يا إنجي. لا مش قوي مش قوي على فكرة، سنغافورة أحلى بقى، كنا هناك من شهر. يا بختك يا إنجي والله، أنا منير جوزي ما بيسفرناش غير مرتين تلاتة في السنة بس، وبقيت السنة ببقى قاعدة كده ومش عارفة أعمل إيه. اليوم كمان بقى قصير قوي، يعني الكوفر، وبصحى من النوم على ما افطر واروح النادي، ببقى مش عارفه اعمل ايه، اليوم قصير على الاخر. فعلا فعلا، يا دوب على ما بصحى من النوم وافطر واروح للكوافير والجيم، مش ببقى عارفه اعمل ايه، اليوم قصر خالص.
انتي بقى بتعملي ايه في يومك في مصر؟ احكي لي. احكي لك على ايه ولا ايه؟ انا برضو اليوم قصير قوي قوي قوي، ما بلحقش اعمل كل اللي انا عايزاه. طب ما تحكي لي، ادينا قاعدين بنتسلى. على رايك. بصي بقى يا ستي، انا بصحى بدري قوي على عصر كده تقريبا. علي ما بيرضاش يصحيني بدري. انجي يا انجي. ايه يا علي، عايز ايه؟ قومي صحي العيال بقى، المنبه عمال يرن وانا لسه عايز انام شويه. طالما انت صاحي ما تقوم تساعدني بقى يا علي، ولا اقول لك قوم فطرهم انت؟ اقوم افطر مين؟ انا لسه عايز انام بقول لك، وعندي شغل كتير. انا بشقى يا ماما، قومي بقى. يا سلام، انا كمان عندي شغل وانا كمان بشقى يا علي. ايه مفيش رحمه؟ مفيش نساعد بعض؟ مفيش احساس بمراتك؟ مفيش احساس بالمسؤوليه؟ مفيش دم؟ ما ترد يا بيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علي. بقوم من النوم بعد الولاد ما يروحوا المدرسه. اصل الداده هي المسؤوله عنهم مسؤوليه كامله، هي بقى اللي بتروح تصحيهم بكل رقه وحنيه. يا صالح يا معي، حرام عليكوا، وجعتولي قلبي. قوم قوم انتي كمان، قومي 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 قوم. هي في ام تصحي ابنها كده؟ ايوه في يا رمد، حرام عليكوا، تعبتولي اعصابي، كل يوم كل يوم تطلعوا عيني كده يا ماما بقى. وبعدين بقى وكل يوم هيبقى الصحيان بالمنظر ده؟ بس انا هقص شعري وهبقى ظلمات علشان ما تقدريش تشديني تاني. وبعدها تحضر لهم الفطار، وفي نفس الوقت علي حبيبي بيحضر لي الفطار وانا نايمه، اصلي تعودت افطر من ايدي هو. يا بختك يا انجي، وانا اللي كنت فاكره نفسي متهنيه ومتدلعه. بقى مش ممكن انا بعمل كل حاجه في البيت ده وعادي شاري دماغه ولا حاسس بيا. طبعا ما هو الراجل تبع ذكوري، انا اللي بعمل كل حاجه للعيال، انا اللي باكل واشرب اعمل سندوتشات واذاكر. مش ممكن، حرام حرام كده كتير يا رب. وفي الاخر يقول لي حرام عليك يا انجي، انا بشقى. زودي لي السندوتشات يا مامي. حاضر يا قلب امك. وانا كمان يا مامي. حاضر يا قلب امك. يا انجي انجي. حاضر يا روح امك. طبعا ما انا الشغاله اللي جابتها لك امك، الشغاله اللي جابتها لك سياده. ذكوري لازم نعمل ثوره نسائيه، عشان كده ظلم ظلم ظلم. مفيش احساس بالمراه، مفيش احساس بمراتك خالص، مفيش احساس بالمسؤوليه، مفيش. يلا يا ولاد عشان متأخروش على الباص. ايدك يا مامي. ايدك يا مامي؟ هو كل يوم ايدك يا مامي ايدك يا مامي؟ مفيش مره ايدك يا بابي؟ على طول انا اللي بدي المصروف. ما ينفعش يا مامي، لان دايما واحنا نازلين المدرسه بابي بيبقى نايم، ومستحيل بابي يصحى. صح يا بنتي عندك حق. حاضر، اتفضلي اتفضلي اتفضل. وكمان يا ماما ما تنسيش فلوس الرحله. حاضر. وما تنسيش يا مامي فلوس التبرع عشان المدرسه للتجديدات. وانا مالي بقى ان شاء الله بالتجديدات دي؟ لا مفيش رحمه، مفيش نساعد بعض، مفيش احساس بيكي، مفيش احساس بالمسؤوليه، مفيش دم. لا هو فعلا مفيش دم. حاضر حاضر حاضر. مامي ما تنسيش تزودي المصروف شويه. ليه بقى ان شاء الله ازود المصروف؟ الدولار خير يا ماما. عندك حق، هو خير يا ماما. ياه يا انجي، ده انت حياتك رومانسية خالص. قوي قوي قوي، بس انا الحقيقة سهلت، مش قادرة اقولك الايام كلها بقت شبه بعض. هو صحيح علي جوزي رقيق جدا ومش مخليني عايزة حاجة، بس انا زهقت قوي من حياة الطرف زيادة عن اللزوم دي، اوفر قوي. بس انت بتشتغلي؟ بشتغل، بس تحقيق ذات، رفاهية فور فان، انت عارفة مش محتاجة شغل خالص خالص. يعني جوزك مدلعك
وبيسفرك ويخربك وبتشتغلي وما عندكيش وقت فراغ. يا شيخة يا ريتني كنت مكانك. يا ريت يا اختي تعالي شيل الهم بدالي شوية وخليني أنا مكانك. أهلاً سولي ومي أولادي، سلموا على طنط كاتيانا يا حبايبي. تاتيانا ازيك يا طنط؟ ازيكوا يا حبايبي؟ يا خسارة ان انتوا ما رحتوش شرم. شرم؟ شرم يا حبيبي شرم. في ايه؟ فادي ودارين هناك ولادي من سنكوا كده، كنت هتنبسطوا معهم قوي. طنط تاتيانا يا حبايبي صاحبتي من زمان وبقالي كتير قوي ما شفتهاش. طب كويس يا امي انها جت عشان تقعدي بقى معايا بدل ما بتقعدي زهقانه زي كل اسبوع. كل اسبوع لما بعدي عليهم هنا اطمن انهم كويسين يعني، وان الدادة واخده بالها منهم كويس. دادة؟ ايه الدادة؟ امال ايش حبيبي اللي تعبت امبارح؟ ايه ده يا مامي انت عرفتي منين؟ وبعدين بقى احنا مش هنبطل كلام. مش بحب اتكلم كتير قدامهم علشان متعلقين بيها قوي. واضح. طيب كمليلي بقى بتعملي ايه بقيت يومك؟ دلوقتي يعني؟ لازم اصرفهم. طيب معي حبيبتي، يلا روحي انتي وصالي، معاكي الفيزا، اسحبي 1000 جنيه، اشتروا ايس كريم وعزموا اصحابكم كده يعني. يلا يلا حبايبي. بس كفاية النهارده، يلا حبايبي روحي. اقول لك بقى حبيبتي يومي بيمشي ازاي. انا بعد كده بنزل انا وعلي مع بعض لان احنا زملاء في نفس الجورنال، وعلي مش قادره اقول لك ما بيرضاش يمشي غير لما يطمن ان انا اتحركت بعربيتي. معقوله يا انجي ساعه عشان تلبسي وساعه عشان تجهزي هتاخر كده على الشغل؟ اوعى كده. ويفضل ماشي ورايا بعربيته طول الطريق. مغوري ايوه ممكن بعد اذنك يعني تغير لي العجله؟ كوشت؟ الكوشت؟ انا اغير كوشت؟ ايه يعني اذا كنت انا بغير كوشت؟ انت تغيري في باتا ما تغيريش في العربيه. دي شغلانه دي. طول عمرك نادر يا مغاوري، طول عمرك نادر يا مغاوري. بحاول استمتع بكل لحظه في حياتي حتى وانا في الشارع، بعتبر نفسي فسحه، ما انا بروح الجورنان براحتي ومليش مواعيد محدده. طبعا امال ايه، انا في الجورنال الكل في الكل ومديره نفسي والشغل ما يمشيش من غيري. صباح الخير يا استاذه. استني عايزه. صباح الخير يا استاذه جميله. عاوزك رايحه. صباح الخير يا استاذه انجي. استاذ جميل عايز حضرتك. ايه استاذ جميل؟ استاذ صباح الفل يا ست الكل. الاستاذ جميل عايزك ضروري في مكتبه. ايه ده، واضح ان المانشيت النهارده بتاع الجورنال الاستاذ جميل عايزني عرفته. وبعدين واضح ان كل الناس عارفه ان انا اتاخرت متسيحني. اتفضلي يلا. وصلتي اخيرا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه اللي اخرك كده؟ ناموسيه الكحلي؟ انت هتستهبل، ما احنا نازلين مع بعض من البيت يا علي. ايوه بس جميل عايزك. ما انا عرفت ان جميل عايزني وكنت رايحه له، بس انت اللي عطلتني. انت هتلبسيها فيا؟ مش انا اللي عطلتك، عربيتك هي اللي عطلتك. خلاص من غير ما تلوكلوك في اللي مالكش فيه. طب روحي لجميل قبل ما يديكي جيزه. مين ده اللي يديني جيزه؟ وليه؟ حصلت لي ظروف ساعتين ثلاثه واتاخرت، ايه اللي حصل يعني؟ طب قولي له الكلام ده، هو بتقوليه لي انا ليه؟ هقول له طبعا ولا يهمني. ايه يعني المفروض يديني بقيه اليوم اجازه بعد الويل اللي شفته مش يديني جيزه؟ ده بيقول ان عايزك ضروري. خلاص فهمت، دخلاله كل اللي يشوفني يقول لي جميل عايزك، جميل عايزك، جميل عايزك في ايه؟ وبعدين انا مش فاهمه، هو ما رهوش غيري في الجورنال؟ هو فاكر نفسه رئيس تحرير بجد ولا ايه؟ استاذ جميل صباح الخير، ازاي حضرتك؟ ده انا لسه حالا كنت جايبه سيرتك مع علي، كنت بشكر فيك قوي قوي قوي. ايوه الحقيقه سمعت كل الشكر والمدح بتاعك فيا. عشان حضرتك تعرف غلاوتك عندي قد ايه. يا سلام، واضحه ده انت خليتيني رئيس سعاه. العفو يا فندم العفو. انا اسفه جدا على التاخير، اصل انا بصراحه عجله عربيتي نامت. وانا اسف جدا، اسف اني بلغك اني خصمت لك 3 ايام. 3 ايام؟
ايوه 3 ايام. ليه يا استاذ جميل؟ ده انا لسه كنت بشكر فيك حالا. مش عايزك تشكري فيا، ابعت عليا في المكتب. حاضر هبعتي عليك. يلا وراه، كفايه 3 ايام جزا بدل ما يبقى رفد. هو يوم باين من اوله. في حاجات كتيرة أثناء التدريب هتعرفوها. صباح الخير يا أستاذ جميل. أهلا أستاذ إنجي، اتفضلي. حضرتك طلبتني. اتفضلي حضرتك. أعرفك، علاء ولاء بهاء. أمال فين هناء؟ إنجي. دعابة معلش. أعرفك، الشباب ده شباب واعد، صاعد، له مستقبل مشرق. ما شاء الله اهلا وسهلا. بيشتغلوا ايه بقى؟ لا هما ما بيشتغلوش، هما لسه بيدوروا على فرصه وجايين هنا علشان يتدربوا صحافه. طيب ممكن نبدل مع بعض؟ استاذنك. اتفضل. بقول لك يا استاذ جميل، هو مش حضرتك سياستك دايما هنا كان ضد ان احنا نمرن اي صحفي ناشئ عندنا في الجورنال؟ لا يا انجي، ما هم دول مش صحفيين ناشئين، دول ما لهمش علاقه بالصحافه خالص اساسا اصلا. اهلا وسهلا. بقول لك ايه يا استاذ جميل، شوف انا عندي شغل كتير قوي، ما عنديش لا وقت ولا خلق ولا مراره امرن حتى عن اسمك. لا يا انجي، لا، من النهارده الشباب دول هم شغلك الشاغل. واضح ان الموضوع يهم حضرتك قوي. ايه اوائل دفعتهم؟ لا اوائل ايه يا انجي بس. الله، ولاء قريب من بعيد، علاء قريب مراتي من بعيد. ما شاء الله، اهلا وسهلا. طيب الاستاذ بهاء بقى اللي بيلمع اوكر ده؟ لا انا جاي معاهم يا فندم، جاي معاهم. يا انجي انت عارفاني، انا طول عمري ما بحبش الوسايط، بكرهها موت. بحب الناس تعتمد على نفسها وتحقق ذاتها بنفسها زي ما انا عملت في شبابي بالظبط. طبعا يا فندم، انت هتقول لي ايوه، بس اللي اعرفه يا استاذ جميل ان حضرتك دارس حقوق اصلا بأمارة جوز خالتك اللي رشحك للصحافه. ها؟ لا يا انجي، ما بحبش الغلط. لا، مش جوز خالتي اللي رشحني، جوز عمتي. انا اسفه. تفرق. وبعدين ايه المشكله يعني يا انجي؟ ايه المشكله؟ انا لولا اجتهادي وشطارتي وكفاحي ما كانش ممكن اوصل لرئيس تحرير. وبعدين انت عارفه ان انا عندي استعداد. لا ده انت من حيث عندك استعداد، حضرتك عندك استعداد طبعا. ويا ترى الشباب كمان عندهم استعداد؟ يدرسوا صحافة؟ احنا حضرتك قلنا يعني نشتغل الأول وبعد كده نتعلم، يعني ادينا مع حضرتك يعني. شوف قالك ايه، نشتغل الأول وبعدين. لا بتفهم. اسمك ايه بقى؟ ولاء أمل فداء. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده اسم ولا أمنية؟ انجي، من فضلك انجي، بصي أنا عايز الشباب دول يطلعوا من تحت إيدك. مصطفى أمين، علي أمين، محمد أمين. طب يعني هيك مصطفى أمين وعلي أمين قامات في الصحافة معروفة طبعاً، إنما الأستاذ محمد أمين ده يطلع مين؟ أساساً بتاع بلاستيك. لا يا دوبك. وبعد لما بعمل اختبارات للصحفيين الجداد اللي بختارهم بنفسي بدون أي واسطة طبعاً، لأن أهم حاجة عندي الصحفي يبقى بيحب مهنته ومش عايز يشتغل غيرها. تمام، ممكن أعرف بتحبوا الصحافة ليه؟ أبدأ بحضرتك. لا أنا مش بحب الصحافة، خليني أتكلم بصراحة، أنا بحب التمثيل بكل بساطة. لا حلوة الصراحة، حلو. طب لما انت بتحب التمثيل حضرتك جاي هنا ليه؟ ما روحتش ليه مثلا معهد فنون مسرحية؟ وادخل المعهد ازاي وطوابيره تملى فدان وانا عارف اني ماليش مكان؟ قلت اشتغل صحفي واثبت نفسي، يمكن في يوم اكون فنان. الله، جميل. طيب وحضرتك تحب تتخصص في صحافة ايه؟ لا انا اصلا ما بحبش الصحافة، انا صراحة كل علاقتي بالجورنان سندوتشين الفول اللي ملفوفين في السندوتش الصبح. انا نفسي صراحة اطلع لعيب كورة. لعيب كورة. طيب وحضرتك ايه اللي جابك هنا؟ يعني ما روحتش ليه اي نادي او اي مركز شباب؟ لا ما انا قلت الصراحة الفلها بس من الناحية التانية، اشتغل صحفي في الصفحة الرياضية واعمل علاقات رياضية لحد ما ربنا يكرمني كده واطلع لعيب كورة قد الدنيا صراحة يعني. لا فاضل. برافو عليك.
طيب وحضرتك حضرتك جاي هنا علشان بقى تطلع ممثل ولا لعيب كورة ولا مطرب؟ ها؟ لا أنا بحب الصحافة جدا، أنا طول عمري نفسي أبقى صحفي. لا يا راجل، لا 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 لا، معقولة؟ يعني أنت عايز تطلع صحفي وجاي هنا تتدرب صحافة؟ شيء غريب جدا، شيء غريب. أهلا وسهلا. وأهم وقت عندي بعد الشغل هو وقت الشوبينج، مجنونة بالشوبينج، بحب دايماً أشتري حاجتي أول بأول، خصوصاً لبسي ومكياجاتي لازم تكون كلها سينيهات من توكيلات فرنسا وإيطاليا، والفلوس ما تهمنيش خالص. اتفضلي يا ست إنجي، الحساب. ايه ده؟ ايه كل ده؟ ده كتير قوي. كتير قوي ايه؟ مش انت اللي اشتريتي؟ ايوه انا اللي اشتريت الحاجات دي، بس دي نفس الحاجات اللي بشتريها كل مره، عمري ما دفعت المبلغ ده كله. لا ما خلاص الدولار غالي بقى وكل حاجه غليت. هو ايه موضوع الدولار غالي؟ الدولار غالي، كل واحد اتعامل معايا يقول لي الدولار غالي، انا مش فاهمه حاجه. وانا اشتريت اكل مستورد؟ ده كل حاجه بقت مستورده، ده الكيس اللي مش عاجبك ده بقى مستورد. طيب الكيس مستورد، انما البيض، البيض غالي ليه؟ البيض كمان مستورد؟ لا مش البنزين غالي يا ست انجي. ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ يعني ايه علاقه البنزين بالبيض؟ يعني هو البيض ده بيطلع من المزارع بيدحرجوه لحد عندي هنا ولا بيجي في عربيات؟ ايوه بيجي في عربيات، بس البيضه تغلى نص جنيه بحاله ليه؟ ليه ها؟ انت عايز تقنعني العربيه اللي بتنقل البيض من المزرعه لحد عندك هنا تنقلهم بالطين بالطين؟ بالطين بالطين؟ لا مؤاخذه؟ انت خليتي فيها لا مؤاخذه؟ والله يا ست انجي هي دي حاجتنا وهي دي اسعارنا اللي موجوده في كل حته. عايزه اهلا وسهلا، مش عايزه نشيل الحاجه. خلاص دي احساس بالمسؤوليه، مش عارف هلاقيها منك ولا من البيض. اتفضل اتفضل الفلوس اهي، شوفي حد يطلع لي الحاجه دي البيض. ثانيه واحده. تمام. طيب بقول لك ايه، شيليهم انت بقى عشان الصبي بتاعي بصراحه مش عايز يطلع معاكي يشيل لك حاجه عشان بتدي له تبس قليل والدولار غالي. يا سلام الدولار غالي؟ والله ليه؟ هو الصبي بتاعك بياخد تبس بالدولار؟ ماشي يا شعبان، مش عايزه منك حاجه، وانا هشيل حاجتي بنفسي، انا مش كافه على فكره، وانا بقى مش هشتري منك حاجه تاني ولا تقدري. هتشوف هتشوف يا شعبان. هنشوف. توزي فيك. حتى فلوسك نظيفه. بعد يوم طويل مفيش أجمل ولا أطعم من أكل نظيف من مطعم مشهور، بنخرج أنا وعلي والولاد نتعشى سوا في أي مطعم شيك. معلش حبيبتي بعمل الأكل أهو. يا مامي أنت تأخرتي قوي بقى. معلش أعمل إيه، تأخرت في كل حاجة النهاردة فعلا. معلش روحي ذاكري أنت حبيبتي ويكون الأكل خلص. يلا. ما كنت جبتي أكل جاهز وخلاص طالما تأخرت كده. منين بقى يا حبيبي الاكل الجاهز ده؟ تبقى تجيبه من جيبك لان خلاص الميزانيه اتدمرت، الميزانيه لا تسمح. انا تعبانه قوي حبيبي. قلب امك. والنبي علي كلم الصيدليه خلي اي حد يجي يدي الحقنه لسولي. كلمتهم قالوا لي مفيش حد فاضي. خلاص خده وروح لدكتور سمير يديله الحقنه. ما بقدرش اشوف ابني وهو بياخد حقن، جسمي بيقشعر. جسمك بيقشعر يا مال؟ ايه يا ماما؟ تعالي خدي اخوكي، اصل ابوكي جسمه بيقشعر. بس يا ستي وده شكل يومي باختصار وشكل حياتي عموما. ياه يا انجي يومك حلو قوي زيك، يا بختك. يا بختي ايه بس يا حبيبتي، ما انت ما شاء الله عليكي بقيتي يا مهنا يا مهناك وعايشه حياتك. انا مش قلت لك بلاش النادي ده؟ كل مره بيدفعوني 30 جنيه في الباركينج ليه؟ الحمد لله على السلامة يا منير. أعرفك على إنجي صاحبتي، صحفية كبيرة قوي. أهلا وسهلا. أهلا تشرفنا. 30 جنيه فعلا عندك حق كتير قوي قوي. معلش أنا آسف، أنا كنت عايز أتعرف عليكي في مكان أحسن من كده شوية، بس معلش بقى. بعدين يا منير، مش وقت الكلام ده يا حبيبي. بعدين لا 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 لا، مش هاجي المكان ده تاني. ماله مركز الشباب اللي جنب البيت؟ ليه كده يا استاذ منير؟ ده نادي محترم جدا. لا يا فندم ده مكان جشع، باركينج 30 جنيه، كوبايه الشاي 5 جنيه، البسين 20 جنيه. لا 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 ده جشع جدا. هو انتوا مش اعضاء هنا في النادي ولا ايه؟ هو انا مغفل ولا ايه؟ ادفع الالفات علشان نادي ومنادي والمكان الفارغ ده؟ يلا يا بنتي قومي هاتي العيال من البسين عشان نمشي. يلا يلا. بيخليني اشوفك يا انجي. يا حبيبتي هبقى اجي ازورك انت والولاد في نادي شباب شرم الشيخ.
يا بنت الكدابه.